السلام عليكم خاوتي الزول، تحية لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم، قناة أوروفينيك دي زاد، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف، وتحية عطرة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. حصة اليوم خاوتي، شفت العنوان يحدث إلا في الجزائر فقط. نصف نهائي كأس الجزائر بالفار، النهائي بدون فار، وأخطاء كارثية كارثية وتنظيم كارثي لهذه كأس الجمهورية. احنا ما نتكلموش على أمور أخرى، نتكلموا على التنظيم، نتكلموا على الفار اليوم وعلى فضائح الاتحاد الجزائري لكرة القدم. أولا نهنئ جمعية شلف على الفوز المستحق على شباب بلوزداد في مباراة ما يقال عنها مقابلات كانت متوسطة أو تحت المتوسط، ما كانتش نهائي كبير، لكن شفنا تنظيم سيء للنهائي من الاتحاد الجزائري لكرة القدم. ما فيش كاريزما اي غير، والمشكل الكبير هو التحكيم اللي كان النقطة السوداء. ولحسن الحظ جمعية شلف فازت بالمباراة. لو كان جمعية شلف ما فازتش بالمباراة اليوم، كان غادي لي ريزو سوسيو راهم باينين تطرطق، ولكن لازم نتكلموا. كوارث تحكيمية، وسببها بارون السيافة، ورئيس مع رئيسه رئيس اتحاد قريقش جريدة عصابة سيدي موسى زفزف. للأسف كل شيء اتضح اليوم باللي هادو الناس ما عندهمش مستوى رديء جدا. ما همهم قضاء مصالحهم الشخصية وفقط. نعاود حصة، غادي نعاود بإذن الله حصة على البارون، على الفيديو والتكريم، وهذه نجيب لكم عدة حقائق. ولكن شفنا ديزينياسيون تاع محكم اللي يعتبر نقطة سوداء. هذا الحكم نحن ابراهيم اللي ما عندنا حتى مشكل معه، ولكن لم يستحق ولن يستحق التعيين هذا النهائي، وهي تصفية حسابات شخصية للبارون السيافة. البارون اللي تعرفوا شكون هو، رئيس لجنة التحكيم، ومعه رئيس اتحادية مهلهل، رئيس اتحادية فاقد للشرعية، رئيس اتحادية ضعيف وضعيف جدا. يحدث إلا في الجزائر، صدعونا لسانا بالفار. الفار من نوع ما نديروش فيه بشار، ما نديروش فيه ماكرا، وهضرنا على داك اللي قلنا بلي الفار قانونيا ممنوع. الفار يبدا من الدور 32، من الدور الاول يبدا، ويكونوا كاع مصادقين عليه في البيرو فيدرال، في الجمعيه العامه، وخاصه الانديه المشاركه في كاس الجزائر. كاي تشارج كاع يلحقهم بلي كاين فار من 32، ولكن ديرها في الدومي فينال سيتري خطير وخطير جدا. علاش ما تخرج بتصريح وبكومينيكي تقولنا علاش ما درتوش الفار؟ باسكو راكم كاع في بوشاوي سمعوا فيكم، في الجدارمية تاع بوشاوي كان سمعوا فيكم على فضيحة الفار وفضيحة هاد الميديا برو اللي هاد الايام دعوت لافير التحية كما يقولوا. جات المباراة تاع المنتخب الوطني، جات النهائي كأس الجزائر، ولكن بعد عاود تقلع على الرياشة كما يقولوا. ما تحشموش وتقابلوا وتلبسوا الكوستيمات، والبارون جاي ويصور في روحه وشوفوني وصحفة حتى وعشيتو، دوك ندير لهم حصة إن شاء الله. البارون قلت بلي أنا جبت الفار، إيه علاش جبت الفار في لافينال؟ هذاك فضيحة، ما عندكمش اللي تحشموا، راكم كيما لي جيتون، كيما العمر. وزيد دير ديزينياسيون على حساب الكوستو تاعك، باسكو كاع لي شوشو تاعك ما كانوش، كانوا كاع باهيين. وتزيد دير توابتي كاتريام اربيت، وتزيد ديرها في الالعاب العربيه توابتي تاع سطيف، اللي نحييه من هذا المنبر، نقولها بلي تعرف لي قال وليدي، تعرف تعيش، تضرب منا ومنا، تلعب كاع في الطباسه، انت هذاك توابتي لعب كاع في الطباسه، واللي فايق له فور فور. كاين واحد الناس راهي مساكين راهم مأمنين بلي توابتي انسان اونات، توابتي يريقل، سموه يريقل،
وانت توبتي راك في الرادار تاعي وراك في المجهر تاعي انت تاع قالما على بالي. جاوني دوسيات كدايرين ولكن خطرية جاوني على سطايفي تاع قالما عاد راها على بالي. يا حسرة فضيحة، ما عندكم لا شخصية لا برنسيب. المهم يردوا لكم حاكم دولي يدير لكم ديزينياسيون كونسيبو تمدوا، ما عادش تمدوا الشرف تاعكم لهجة الاربيتراج تاع الاربيتراج تاع الدل. دروك يدير لك على حلوب ابراهيم كحاكم رئيسي نورمالمون تحب ولا تكره هذه المباراة كان يلق لها زوج حكام، هو الحاكم لطفي بوكواسا او بوخالفة. بوكواسا كان عندها ماتش في عطى عليه النش كبير منا على ديك تاع بن عكنون منا يخدموا به. بوخالفة للأسف بوخالفة راهم تنقولوا حاقدين عليه حسابات شخصية، ما على باليش هذا بوخالفة علاش راكم ديروا له هكا، ما فنيش تحرقوا في ولد الناس تظلموا فيه اللي هو اللي راه يخلط لكم قسما برب العزة. وانا في الجمعة ما راه سامع بيكم هذا الطفل المسكين، واحد ما راه سامع به فما عليش. انا نطلب من هذا المنبر مسيو بوخالفة غير يدعي ربي سيتو يوم الجمعة يدعي 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 باسكو راهم يلفدونا في اخر انفاسهم. تصوروا ولا طلع ولا تصور مع بايدن. والله ما يسلك لك واحد والله ما يخاف واحد. تصورت مع تصورت مع الهايشر مالك بارون تصورت مع الهايشر انت ما كاش ما عم تصورت تصورت مع الهايشر مخلوع وكوستيما والحيات باينه بلي عطاو لك كادو الحساب. بريف دير انت بن براهم كاوي ضربة جزاء لا غبار عليها لجمعية شلف، وضربة جزاء تانية ولحاسة باصة قالهم نورمال عايش بينارتي عايش بينارتي لحاسة باصة قالهم هي بينارتي تعيط تعيط شرع الله. هاي هاي هذوك شاشة أوزمو العدالة الإلهية أنصفت جميع تشلف اللي تستاهل تدير الكأس هادي وتسيف لي بينالتي في 6 دقايق الأولى وبينالتي تقدر ما تسيف ليهاش تاع السيربي باسكو فيها وعليها واعرة شوية تروح ديريكت تجري باي تعطوها السيربي باسكو السيربي سيبورتيها تبون بعدين قلت له عطوا الشامبيون لاكوب سي ار بي باسكو تبون في خطر في فيديو قالوا انا نبغي سي ار بي نو لكن ربي قال لكم نو خدموا ديروا سموكم نو سموكم تديها شلف وبينارتي تعيط شرع الله هذيك تاع هاكا بيده يا جدك ما يطرا تاع يده محبسها قال لك نمشي بينارتي زاد عطاها صفرة للجوار سويبع هذاك الحلو هرب تماك الماتش هرب له ما قلت له الماتش هاي راح له راح لها وليدي وقعد يتيو وتزاميت قعد غير خلط اداء كارثي تاع التحكيم اوروز مش لف ادات لاكوب وكان ما داش لاكوب اللي يمكن غادي تتقرع ولا من فيها سي ار بي بارون علاش ما درتش مخالفه عطيتها الماتش ولد واهر اكوتي ما درتهاش وديرت وورد بي كارتي يا ماربيت وزيد ديرها في الالعاب العربيه. المهم بوخالفة مسكين باسكو بوخالفة من وهران باسكو بوخالفة تقول باللي زعما تابع لجماعة لي ريزو سوسيو حرام عليك راك تتبهدل وزيد تبهدل يا البارون. وانا قلت لك ندخل لك في الديزوت ندخل لك في السيماتر حذرتك مازالك تحقر في ولد الناس سقارة الدواسة اللي غادي نطلقهم لك تطلق لك واحد الدواسة غادي تولي تخرج بالعجار يا البارون. وتعرفني انا من ندير واحد بين عينيا وراه ما ادرك وراه وكرهت له حياته زطي واش كرهت له حياته الزفيزه في النورمال مال انت سيريان بور مو تاع الفوض 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 اخر انفاسك التعيين كارثي تاعها. جيت تخدم بكاس الجمهوريه عشيت ربي قال لك نو غادي تخرج بكوارث تحكيميه كوارث تحكيميه تخرج بها المباراه النهائيه باسكو تبغي تريقل الحسابات الضيقة تاعك وحسابات شخصية تريقل ريغلومون كونت حقار مش حقار ظالم
باسكو ماشي انت اللي تحقر، ما عندكش انت النيفو اللي تحقر به، انت مجرد بارون تاكل السحت وعصابتك انت والحاسة باصة تاعك. باسكو التريو دار على حاسة باصة، باسكو بمباراها من بكري محسوب على حاسة باصة، من بكري محسوب عليه، ونحس باصة دخلك في الحيط، حاسة باصة قالك لا كوفري عليه في البينالتي الاولى باسكو فار 100% وفي الزوجة قعد منا ومنا، قال يقول لهم لا مشي هي. واش راكم مدلولين السحت توكلوا في ولادكم الحرام ذاك الحاس باصه في التلفزيون وجهك حل يا لطيف، غير تكوفوا تاكلوا غير في السحت الاخر، كبار راكم كبار راكم جدود، ممكن واحد منكم راه جد في بالي راه مزوج ولده ولا بنته وكاين يقول تقول له جدي، وين نروح بكم؟ كارثه عظمى، كارثه بأتم معنى الكلمه. هذا السيفه لازم ترحل بيها بزبزب تاعها مع طهر بي. قلت لكم بلي كانت تسونامي في اعز الصيف، يلحقكم تسونامي ان شاء الله في جويليه باذن الله، يلحقكم وفي الشباب تسونامي لا حكم لا حكم. هذه هي جماعه السحت الحرام ما يدومش، ربي يكشفكم عادي عادي عادي. الحصه القادمه نحكو حصه سبيسيال البالون ان شاء الله، عندك جوج حصص ولا ثلاثة اللي ناسيهم لك بصح ان شاء الله هاد السيمانة ان شاء الله جماعة يديروا لي لا بريسيون ونحكي عليهم ان شاء الله. تحية لكم خاوتي، وان تو تري فيفا لاجيري.